نعت مصر ببالغ الحزن والأسى في بيان صادر عن وزارة الخارجية ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء الماضي، والذي كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا، وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريون. وتتابع سفارة مصر في أثينا مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة تتابع عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، كما تتابع كذلك وضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم. هذا وأكدت مصر مجددا إدانتها بأشد العبارات استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضة حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل.